نفتح هذه النافذة كما كل يوم من بيروت، ما إن فتحت نافذة أمل دبلوماسية من نيويورك عبر الحديث عن ورقة فرنسية أمريكية لوقف الحرب في غزة ولبنان، حتى أقفلها بقوة، لا بل حطم زجاجها بنيامين نتنياهو وهو على متن طائرته التي أقلته للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. فبعد الأجواء الإيجابية التي تحدثت عن ضغط أمريكي للحل، والأجواء الأخرى التي صدرت من هنا من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري متحدثة عن 24 ساعة قد تأتي بوقف النار، حتى سارع مكتب نتنياهو إلى نفي كل ذلك والقول إنه لم يرد على الاقتراح الأمريكي الفرنسي وإنه سوف يستمر بالقتال. وقد استمر فعلا بالقتال وعلى نحو أعنف اليوم، فإلى القصف الذي تجدد على مناطق عديدة من لبنان وصلت الصواريخ مرة جديدة بعد ظهر اليوم إلى قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة محمد حسين سرور الذي وصفته المصادر الإسرائيلية ومصادر أخرى بأنه قائد الوحدة الجوية لحزب الله. والحزب رد اليوم أيضا بسلسلة هجمات بالصواريخ والمسيرات، وطال آخرها قبل ساعات قاعدة شمشون مركز التجهيز العسكري الإسرائيلي والمقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية وقاعدة منطقة دادو وغيرها وصولا إلى صفد. وقال وزير الحرب الإسرائيلي: لقد وافقت على مجموعة العمليات القادمة التي سينفذها الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. الحرب إذن ما زالت مستعرة وتنذر بالأسوأ، وهي في سباق حاد مع الجهود الدبلوماسية الغربية ولكن أيضا العربية، والتي تشارك فيها وبنشاط كبير مصر ودول عربية أخرى. وننتظر ما سيسفر عن لقاء نتنياهو بايدن ليبنى على الشيء مقتضاه، ونعرف هل ستستعر الحرب أكثر في الأيام والأسابيع المقبلة أم تهدأ ولو ل21 يوما فقط وفق خطة الحل. لهذه الغاية نستضيف سعادة السفير المصري في لبنان الأستاذ علاء موسى لمناقشة أفق ما يحكى عن حلول سياسية. أما الشؤون العسكرية فسوف نناقشها بعد ذلك مع العميد الركن في الجيش اللبناني والنائب السابق شامل روكوز، إضافة طبعا إلى عدد آخر من الضيوف نستقبلهم تباعا، ونستمع إلى مراسلنا وإلى مقابلة خاصة من نيويورك مع الناطق باسم الخارجية الأمريكية. أهلا بكم إلى هذه النافذة. أهلا بك سعادة السفير. أهلا وسهلا، شرفتنا في الاستوديو. أهلا وسهلا. ما الذي حصل؟ كان في تفاؤل أمس في الليل حول المشروع الأمريكي الفرنسي، فجأة نتنياهو يقول أنا لا أعرف به، لم أرد عليه، وأنا سأواصل القتال. كان في شيء إيجابي وتغير أم من البداية نتنياهو رافض؟ لا، هو في الحقيقة يعني ما حدث اليوم وأمس وتصريحات الجانب الإسرائيلي في الحقيقة هي تكرار لنموذج مفاوضات غزة. دائما الجانب الإسرائيلي بيراوغ، دائما الجانب الإسرائيلي بيبحث عن مبررات لا يتقيد بحديثه، بيبحث دائما عن أقصى المكاسب. أتصور أنه الجانب الإسرائيلي مشكلته الرئيسية في أنه ليس لديه الإرادة السياسية الكافية لاتخاذ قرارات لها أثمان. ليس لديه الإرادة ولا ليس لديه القرار الكامل، وهناك خلافات داخلية كبرى. طبعا طبعا، يعني نقصان الإرادة بينعكس في مثل هذه المواقف اللي بيتجاذبها اليمين المتطرف في إسرائيل، ومصالح نتنياهو الشخصية ورغبته في البقاء أطول مدة ممكنة على كرسي الرئاسة. وده يمكن اللي بيؤكده أنه كلما وصلنا، أنا بتكلم عن مفاوضات غزة، كلما وصلنا إلى أمر ما يشبه انفراجة، كلما عاد مرة أخرى إلى اتخاذ إجراء ما ينسف هذا الجهد الذي تحقق. في الحالة اللبنانية احنا بنمر بنفس التجربة، استمعنا إلى بعض المؤشرات الإيجابية آتية من نيويورك، تفاعل معها الجانب الإسرائيلي أو ما سرب منها بشكل يبدو فيه قدر من المرونة، إنما عدنا مرة أخرى إلى استخدام مصطلحات ومراوغات سياسية الهدف منها هو إطالة الحرب لأطول قدر ممكن. يعني تقديرك سعد سفير أن الحرب طويلة؟ أنا تقديري أنه الجانب الإسرائيلي لن يظهر القدر اللازم من المرونة اللي يؤدي إلى انفراجة سواء على جبهة لبنان أو جبهة غزة إلا برضوخه لضغوط واضحة
من الجانب الأمريكي والأطراف الدولية تجعله يسير في هذا المسار اللي بينادي به كل المجتمع الدولي على مختلف طوائفه. وهذا للأسف لن يحصل. هدف حقيقة أمر لابد من فعله. إحنا عندنا قناعة في مصر بأنه لا حل إلا الحل الدبلوماسي، وبالتالي إحنا بنواصل مثل هذه الجهود ولا نيأس، لأنه لا حل أمامنا ولا أمل أمامنا سوى هذا الحل الدبلوماسي، لأنه بديلا للحل الدبلوماسي هو الذهاب إلى مزيد من الحروب، مزيد من المواجهات العسكرية. سعاد سفير، لو سمحت لي واسمح لي بالمقاطعة، أمس كان في جو أنه لبنان يتجه إلى الموافقة على الخطة، ولم نكن ندري ماذا فيها هذه الخطة في البداية، وعلمنا اليوم، أتمنى أن تؤكد لنا ذلك أو تنفي، أولا هل وافق لبنان؟ لا، الموقف الرسمي اللبناني هو ما صرح به دولة رئيس الوزراء ميقاتي بأنه رحب بالبيان المشترك الصادر من نيويورك، فهذا هو الموقف الرسمي اللبناني. نعم. لا يقابله ردة فعل من الجانب الإسرائيلي. وبرأيك رئيس ميقاتي يعكس قبول حزب الله بشكل غير مباشر؟ وفي الحقيقة اللي أقدر أقوله أنه لا أحد يمكن أن يقف أمام دعوة إلى التهدئة، يعني الجميع مع التهدئة والجميع مع الهدنة، إلا فقط الجانب الإسرائيلي اللي هو لا يظهر. قدر عاليا جوابك الدبلوماسي، ولكن رئيس ميقاتي يعني عمليا أنا وفق ما علمت أنه هو ذهب أيضا بتكليف من حزب الله، وطالما وافق يعني الحزب بشكل غير مباشر قد يكون وافق أيضا. شوف، أنا هقولك على حاجة، أنه الرئيس ميقاتي وهو في نيويورك الآن ويجري اتصالاته واجتماعاته، هو بيمثل الدولة اللبنانية على مختلف مشاريع، وبالتالي ما يصدر عن الرئيس ميقاتي هو انعكاس لموقف لبنان. الحقيقة مش هو ده فقط المهم، يتبقى التفاصيل المتعلقة بترتيبات الهدنة وكيف هي وإيش شروطها وإيه المطلوب من الجانب الإسرائيلي وجانب حزب الله. صحيح. أشياء كثيرة جدا لابد من الكشف عنها. طيب، قلت على ما أعتقد صباحا سعد سفير أنه ربما الساعات المقبلة تظهر لنا بعضا من بنود الاتفاق. نعم. ما هي بنود الاتفاق عمليا؟ يعني صارت واضحة غير البيان الرسمي الأمريكي الفرنسي؟ لا، هو في الحقيقة البيان بيعكس إلى أين نحن ذاهبون. يعني إذا كنا بنتكلم على تطبيق 1701، نعم، بنتكلم على تطبيق 2735، وده أمور جيدة جدا سواء متعلقة بلبنان أو متعلقة بغزة. صحيح. وبالتالي المفهوم من أنه هذا البيان وهذه المبادرة وهذه الهدنة هو الوصول إلى التهدئة على كافة الجبهات، سواء كانت الجبهة اللبنانية أو جبهة غزة، لأن احنا عندنا قناعة في مصر بأنه لن يستقيم الوضع في لبنان وفي المنطقة إلا بإيقاف حرب غزة أولا. نعم، ولكن سعادة السفير يعني فقط اسمح لي أن ألح على السؤال. نعم. هناك مجموعة بنود، صحيح أليس كذلك؟ يعني مثلا بند أول 21 يوم من الهدنة في لبنان وغزة سويا، ثم في عندك تطبيق القرار أو بناء على القرارين 1701 و2735، ويقول البيان الرسمي الفرنسي الأمريكي إننا جاهزون لتقديم الدعم الكامل لكل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل في خلال هذه الفترة من خلال دعم جهود الأشهر الأخيرة بغية الوصول إلى حل نهائي لهذه الأزمة. إذن يرتكز البيان أيضا إلى الجهود الأخيرة بما فيها جهودكم كلجنة خماسية، أليس كذلك في الوضع الداخلي اللبناني؟ يعني هو اللجنة الخماسية يمكن جهودها تركز أكثر على الملف الرئاسي. أي. إنما إذا حديث الجانب الفرنسي أو حديث البيان هو بيشير إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك جهود سواء كان من فرنسا أو الولايات المتحدة لترتيبات الوضع في الجنوب أو مصر أو قطر أو كل وتواصل الطبع. وتواصل المبعوث الفرنسي وتواصل المبعوث الأمريكي آموس وأيضا الجانب الفرنسي من أجل وضع هذه الترتيبات. يعني معنى آخر أنه إذا ما بدأت اليوم مفاوضات لترتيبات الجنوب فيما بعد الهدنة، أتصور هم لن يبدأوا من الصفر. نعم. هناك أمر يمكن البناء عليه ويمكن تحقيق شيء في المستقبل. إنما كل ده في الحقيقة يقابله أهمية استجابة الطرفين سواء الجانب الإسرائيلي أو حزب الله إلى الدخول بشكل مرن في هذه المفاوضات. أنا أسألك عن البنود الأخرى، لأنه في تسريبات أنه من البنود أيضا في خلال 21 يوما أو 21 يوما التي كانت متوقعة في عودة للكلام داخل لبنان أيضا على مسألة رئاسة الجمهورية، أن يكون جزء من الباكج رئاسة الجمهورية، صحيح؟ لا، شوف، أنا في حقيقة لا أستطيع أن أنا أدعي بأنه أعلم ما هو مضمون الاتفاق، إنما لا أقدر أقوله لك، لأنه
أي تهدئة في الجنوب وذهاب نحو ترتيبات تخلق جو إيجابي سينعكس على كل الملفات بها فيها ملف الرئاسة، وده شيء احنا متأكدين منه. وعندما تحدثنا في بداية الأمر، أنا بتكلم على لجنة الخماسية، عندما تحدثنا عن وقف الإطنار إطلاق النار في غزة وانعكاسه على جبهة اللبنانية، كان سيؤدي بالتبعية إلى تطور إيجابي في ملف الرئاسة، وبالتالي ده شيء يعني طبائع العمر سوف تذهب بملف الرئاسي إلى انفراجه. لأنه كان في كلام قبل بداية الحرب أنه نحن خلال هذا الشهر وربما الشهر المقبل سنبدأ بطرح الأسماء لرئاسة الجمهورية. شوف، قبل بداية الأسبوع الماضي عندما توترت المسائل ما بين الجانب الإسرائيلي وجانب حزب الله، كان هناك أمل لدى الخماسية بأنه الجو بات مهيئ بعض الشيء لإحداث انفراجه في الملف الرئاسي. أتى المبعوث الفرنسي لودريان ومعه هذا، واستمع إلى أشياء إيجابية من الأطراف اللبنانية جماعها وقدر كبير من المرونة. إنما ما حدث الآن من تصعيد عسكري ألقى بظلاله على كل شيء إحنا ما نرجوه، إلى أنه لا يؤدي هذا إلى وأد جهود الملف الرئاسي، لأنه في الحقيقة بنرى بأنه لترتيبات الوضع في الجنوب وللوصول إلى أشياء حقية وتلتزم بها دوليا لابد من وجود رئيس للبنان يتحدث باسمه ويتفاوض وينفذ باسمه الاتفاق. وينفذ الاتفاق. صحيح. على كل حال المعلومات تقول أنه لودريان المبعوث الفرنسي حين جاء باسم سليمان فرنجي، عرضوا على الرئيس نبيه بري أنه نحن نوافق على سليمان فرنجي مقابل تطبيق الحزب القرار 1701 وفك الارتباط بغزة والابتعاد عن الحدود، وعلى ما يبدو أنه الحزب رفض ذلك. في تأكيد حول هذا أنا أقدر أكده لك، لأن احنا اجتمعنا مع لودريان قبل مغادرته وأعطى لنا يعني ملخص للقاءاته. لم يطرح أي أسماء على أي جهة من الجهات في لبنان، إنما حثهم جميعا على ضرورة البدء في حراك جدي وحقيقي، وهذا الحراك الجدي والحقيقي يجب أن يتناول أسماء المرشحين، إنما لم يتناول أي اسم. وأنا أؤكد لك هذا، وإحنا في الحقيقة في هذه المرحلة مصرين على أيضا الابتعاد عن الأسماء. صحيح. انتظارا لأن يأتي شيء من الأطراف، إنما الحقيقة إن الأطراف الآن يعني منغمسين بشكل كبير. صحيح. في ما يحدث من تصعيد عسكري وخسائر يومية. حول هذا التصعيد سعادة السفير، إذا الآن عاد نتنياهو مختلفا مع بايدن ويريد أن يبيع أي صفقة لترامب كما هو متوقع، وإذا لم يوافق على هذه الخطة الفرنسية الأمريكية، نحن سنذهب إلى تدحرج في الحرب أسوأ وأخطر على لبنان، ليس كذلك؟ طبعا. ما هو المتوقع برأيك المتوقع في حال لم يحصل اتفاق؟ المتوقع إذا ما رفض نتنياهو الذهاب إلى التهدئة، وأنه كما حضرتك بتشير إلى أنه ينتظر من هو الذي يأتي يسد الحكم في الولايات المتحدة، هو هنا في مخاطرة كبيرة، لأنه الفترة من الآن إلى 5 نوفمبر فترة طويلة، والارتكان إلى أنه يمكن أن نستمر على هذه الوتيرة إلى أن يأتي رئيس الجديد للولايات المتحدة أمر فيه مخاطرة، لأنه انزلاق إلى مواجهة أكبر وخسائر أكبر. نتكلم على أنه الآن الأمور وصلت إلى استهداف المدنيين، قد نذهب في مرحلة متقدمة إلى ما يطلق عليه كاربت بومينج، يعني الـ 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 الضرب بقسوة كما حدث في غزة، مسح المنطقة للجنوب نهائيا يعني. للجنوب، ثم في مرحلة مسح الجنوب طبعا ده أحد السيناريوهات المطروحة. ثم يمكن أن نذهب في مرحلة متقدمة إلى ضرب المرافق الرئيسية في لبنان، وده شيء أخطر وأخطر، وبالتالي يعني المطار والمرافق، يعني كل المرافق الرئيسية اللي بيتم استخدامها، وبالتالي بدأ بما في ذلك الحرب كلها على جميع الحال. سفير بس اسمح لي، آسف، بما في ذلك المطار والمرافق، طبعا كل هذه مرافق حيوية معرضة للاستهداف إذا ما تصاعدت الأمور، لأنه في الحقيقة البعض بيتصور إلى أنه الجانب الإسرائيلي سيتقدم وحزب الله سوف يصمت، هناك حيكون رد من حزب الله، وبالتالي بنوسع دائرة الفعل ورد الفعل، وبالتالي أيضا الاستهدافات سوف تكون أكثر دائرة أكثر وسعا، وقد تطال كل هذه المقار. طيب سعادة السفير، نحن أمام مأزق، يعني الآن طرح حل المفترض أن لبنان وافق عليه، إن كان رسميا عبر الرئيس ميقاتي أو مداورة عبر التسريبات من الرئيس نبيه بري وإلى حد ما من حزب الله، ونتنياهو قد لا يوافق،
يعني في هذه الحالة ما هو ماذا يفعل حزب أنا الله؟ أنا تقديري إلى أنه الخلاف ليس على مبدأ الهدنة أو فكرة الهدنة 21 يوم، إنما الآن لكي يعطي الجانبين سواء كان الجانب الإسرائيلي أو جانب حزب الله إشارات مؤكدة بقبولهم، يجب أن يعلموا بنود الاتفاق. لا زال أعتقد التفاوض الآن حول هذه البنود، لأن فيها أشياء كثيرة سوف تلزم الأطراف وتضع عليها أعباء، وأيضا تعطيها بعض النقاط الإيجابية اللي الطرفين بيبحثوا عن أكبر عدد من النقاط يمكن كسبه إذا ما نذهب إلى انتهاء هذه المعركة. وبالتالي أتصور أن الإخراج هو اللي بيحمل في طياته كثير من التعقيدات. في تسريبات أنه حزب الله موافق أصلا على ربط طبعا الملفين غزة ولبنان، ولكن على التخفيف من أحدهما، مثلا يقبل بأن تكون الهدنة في لبنان 21 يوما في غزة أقل، أنه يبتعد عن الحدود، أنه يطبق القرار 1701. صحيح هذه التسريبات تقريبا؟ شوف، أنا قرار دخول حزب الله في المواجهة ومشاركته في جبهة إسناد كان قرار حزب الله من يوم 8 أكتوبر. الآن احنا بنقول انه اذا ما قرر حزب الله ان هو ينسحب او ان هو يخفف من ارتباطه بهذا الامر، ده يعود لقراره لحزب الله. لكن بنقول مرة اخرى الى انه لا شيء مضمون في المنطقة سواء في لبنان او خارج لبنان بدون وقف اطلاق النار في غزة. يعني يجب ألا نرتكن إلى وقف إطلاق النار في لبنان، علينا أن نظل دائما على مصرين على وقف إطلاق النار في غزة، لأنه بدون هذا الأمر هذه الهدن هتبقى هدن هشة مرشحة لأن هي تنكسر. صحيح. ومرشحة إلى الأمور والجبهات تتوسع بشكل أكبر. يعني فالمفتاح في غزة. يعني حتى بالنسبة لكم كمصر كمجموعة عربية، نعم، تريدون ربط الملفين، بالنهاية يجب أن تقف في غزة فتقف هنا عمليا. مش يا أستاذ سامي، مش فقط مصر. أي. لو سيادتك لاحظت أنه هتلاقي حتى البيان الصادر من نيويورك بيتحدث عن 1701 و27-35. فإذا المسارين متوازيين، لا يمكن فك الارتباط ما بينهم، إنما يمكن التعامل معهم سويا بدرجات قد تكون متفاوتة لكن تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار. صحيح. في كل الجبهات وعلى رأسها غزة. بتقديرك سعادة السفير، حزب الله محتاج أن تتوقف الحرب أو قادر على الاستمرار بمعركة طويلة؟ أنا بشوف أنه لبنان في حاجة إلى وقف الحرب. الآن الوضع في غاية الخطورة والوضع مرشح للتصاعد. من يدفع الأثمان ليس فقط حزب الله، إنما يدفعه لبنان والمواطن اللبناني، وده بنشاهده كل يوم. وبالتالي وقف هذه الحرب أمر ضروري وهام. صحيح. ولابد من العمل عليه بشكل جدي ومكثف. سعادة سفير، تعليقك على ما قاله أحمد؟ يمكن يعني طبعا توافق مع تفضلت به اخونا احمد، يعني بدا بالحديث عن انه هذا هو المعتاد من الجانب الاسرائيلي، فكره المراوغه واللعب بالتصريحات وصباحا غير مساء، وده امر غير مستغرب. برضو بنقول انه اسرائيل لابد ان تتعرض الى ضغوط، هذه الضغوط تؤدي الى اظهار مرونه. لا زالت الضغوط غير متوفره. امبارح احنا كنا في مجلس الامن واكدنا على انه ما يحدث في العالم وما يتم تناوله في مجلس الأمن أثبت إلى أنه مجلس الأمن شل تماما وغير قادر على إصدار أي قرارات تحلحل سواء من أزمة غزة. صحيح. أو أزمة لبنان. وبالتالي الموقف الإسرائيلي غير مستغرب. إنما هو أخونا أحمد أشار إلى شيء مهم جدا، إلى أنه الحكومة الإسرائيلية بمختلف توجهاتها تبدو يعني متمسكة باستمرار الحرب على لبنان، إلا إذا وصلنا إلى اتفاق ما يسمح بما يطالب به الجانب الإسرائيلي بعودة سكان الشمال، وأيضا عودة حزب الله إلى ما وراء الليطاني، أو بمعنى بالأحرى تطبيق 1701. وإن كنا بنؤكد هنا إلى أنه 1701 لابد أن يطبق على الجميع. ربما يسأل المشاهد أنه تطالبون الأمريكي بالضغط، المجتمع الدولي بالضغط، طب المجموعة العربية ماذا تفعل؟ لماذا لا تضغط على نتنياهو فعليا باتخاذ إجراءات فعلية ضد إسرائيل مثلا؟ شوف، المجموعة العربية والدول العربية اللي أستطيع أؤكده لحضرتك أنه كل الأوراق التي في حوزة مصر والدول العربية المنخرطة في هذه الأزمة
بتستخدمها إلى أبعد حد وإلى أقصى درجة، إنما يظل هناك الميزة الأكبر وهي العلاقة الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الولايات المتحدة هي الطرف الأقدر على الضغط على إسرائيل وعلى التلويح بأوراق كثيرة يمكن لها أن تساعد على تليين مواقفها. ويمكن لحضرتك أشرت لي في البداية إلى أنه نتنياهو يمكن أن يكون منتظر إلى لقاء بايدن، دي برضو أحد الأشياء، أو أنه منتظر إلى أنه يعطي شيء للرئيس القادم، أيضا بيعكس خصوصية هذه العلاقة. عشان كده احنا بنقول أنه الولايات المتحدة قادرة أن تمارس ضغوط بدرجة كافية تسمح للجانب الإسرائيلي بإظهار قدر من المرونة في المفاوضات سواء في لبنان أو في غزة. طيب، في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية برز خلال الأيام القليلة الماضية مواقف إيرانية متتالية توحي بالرغبة في التفاوض وليس بالحرب. يعني وذهب الرئيس الإيراني في حديثه لقناة الجزيرة للقول: نحن نريد التفاوض مع كل من يريد أن يتفاوض معنا، وإذا أراد الطرف الآخر أن نستأنف مفاوضات نووية نستأنف. وذهب أيضا إلى حد القول: حزب الله لا يستطيع لوحده أن يقاتل. هل تشعرون أن الموقف الإيراني يميل نحو المفاوضات مع أمريكا وليس الحرب؟ وفي الحقيقة مش بس فقط لا ما نستشعره نحن، إنما تصريحات الرئيس الإيراني منذ أن فاز في الانتخابات منذ عدة أشهر وهو يتحدث عن أنه منفتح على التعامل مع الغرب، منفتح للحوار مع الولايات المتحدة. ويمكن الحديث هذا أشرت لي مؤخرا كان واضحا في أنه يعني يذهب خطوات أبعد في اتجاه التواصل مع جانب الولايات المتحدة، وبالتالي فكرة أنه يكون هناك حوار ما بين الجانبين أتصور أنه هو مرشح أنه يتم في المستقبل. الآن قائد سلاح الجو الإسرائيلي يقول نستعد مع القوات الشمالية للدخول بريا إلى لبنان، هل يغامر برأيك نتنياهو بدخول بريا؟ شوف، أنا إسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي كل الناس فيها تتحدث في أشياء سواء كانت عسكرية أو سياسية، وبالتالي زي ما قلنا الإسرائيليين بيستخدموا لغة التصريحات لإرسال رسائل أو لإرسال تحذيرات، فيجب أن احنا دائما نأخذ هذه الأمور بمحمل الجد ونحاول قدر الإمكان أن احنا نبحث عن مخارج لهذه الأزمة ونبحث عن التهدئة، لأنه في الحقيقة مرة أخرى إذا ما استمرت هذه المواجهة وتصاعدت حدتها الثمن سوف يكون باهظ جدا على لبنان والمنطقة. شكرا جزيلا لك سعد السفير، شرفتنا في هذا اللقاء، ونأمل أن نراك دائما لأنه دائما الموقف المصري مهم، وأيضا السفير المصري الآن في لبنان مهم جدا، وحضرتك منذ أن جئت والمشاكل في وجهك، نأمل أن تتحسن الأوضاع. شكرا جزيلا.